ديما ديما راجع. السلام عليكم ورحمة الله. نبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه بودريقة يحسم رسميا مستقبل زامباور مع الرجاء. وفي تفاصيل الخبر، رد محمد بودريقة رئيس فريق الرجاء الرياضي على الأخبار الرائجة حول مستقبل المدرب الألماني جوزيف زامباور رفقة الفريق الأخضر، سواء بالاستمرار لموسم آخر أو مغادرة الفريق هذا الصيف، خصوصا في ظل الأخبار اللي كتحدث على توقيعه للوحدة السعودي. وقال محمد بودريقة في تصريح خاص لأحد المنابر الإعلامية، زامباور مستمر مع فريق الرجاء الموسم المقبل وما غيغادرش القلعة الخضراء، كجواب صريح حول مستقبل الألماني رفقة النسور. وكيجي هذا التصريح بعد رفض المكتب المسير لفريق الرجاء فكرة فسخ التعاقد مع زامباور بالتراضي متمسكين باحترام العقد والاستمرار في النادي أو أداء الشرط الجزائي مقابل الرحيل لتدريب الوحدة السعودي. مقدم يرفض مقترحا من الرجاء لتنازل عن شكايته. وفي تفاصيل الخبر، رفض اسماعيل مقدم مدافع فريق الرجاء الرياضي مقترح مسؤولي الفريق الاخضر بالحصول على مبلغ 150 مليون سنتيم مقابل التنازل على شكايته في انتظار صرف المبلغ المتبقي مستقبلا. واصر المقدم على الحصول على مبلغ 304 مليون سنتيم دفعه واحده مقابل تنازله على شكايته، ورفض فكره تقسيم المبلغ العالق بذمه النادي على اشطر. وحاول فريق الرجاء إقناع مقدام بمقترح الحصول على مبلغ 150 مليون سنتيم في ظل الأزمة المالية الخانقة اللي كيعاني منها الفريق، إلا أنه رفض ذلك وأصر على موقفه بالحصول على جميع مستحقاته للاستمرار مع النسور. ورفض الرجاء فكرة منح اللاعب مقدام جميع مستحقاته نظرا للأزمة المالية من جهة، ورغبة المكتب المسير في تجاوز احتجاجات باقي اللاعبين إذ غيطالبوا بالمعاملة بالمثل في حالة حصول مقدام على جميع مستحقاته المالية ودفعة واحدة. وغيحاول الرجاء توفير سيولة مالية لأداء جزء من منح توقيع لاعبيه وتحديد موعد جديد لصرف الجزء المتبقي، إلا أن مقدم شكل استثناء وقرر توجيه رسالة إنذارية للفريق قبل اللجوء لجنة النزاعات لفسخ عقده من جانب واحد. وكيرغب مقدم في الرحيل إلى فريق الرجاء في ظل توفره لعروض احترافية، علم أنه تلقى اتصالات مسؤولي الغريم التقليدي لضمه الفريق الأحمر. الثنائية ترفع القيمة التسويقية لنجم الرجاء يوسف بالعمري. وعرفت القيمة التسويقية لضاير فريق الرجاء الرياضي يوسف بالعمري ارتفاع ملحوظ تزامنا مع فترة الانتقالات الصيفية بعد الأداء الرائع والمستويات القوية اللي قدمها بقميص النسور. ووضح موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في تقييم اللاعبين أن القيمة التسويقية ليوسف بالعمري ضعفات وبلغت قرابة 1.3 مليار سنتيم، مع علم أن انضمامه لفريق الرجاء صيف العام الماضي كانت كتبلغ حوالي 700 مليون سنتيم فقط، وذلك صفقة انتقال حر الموسمين بعد نهاية عقده رفقة الفتح الرباطي الصيف الماضي. وكيعتبروا أنصار فريق الرجاء الرياضي يوسف بالعمري واحد من أفضل الانتدابات اللي قام بها النادي في الفترة الأخيرة بعد تقديم مستويات متميزة، بحيث ساهم بشكل كبير بتشويش فريق الرجاء بكأس العرش على حساب العساكر وقبلها درع البطولة الوطنية على حساب نفس الفريق. مفاجأة الميركاتو، رضا سليم من الأهلي المصري إلى الرجاء الرياضي. وفي تفاصيل الخبر، حصلت إدارة فريق الرجاء الرياضي بقيادة الرئيس محمد بودريقة على موافقة مبدئية من إدارة نادي الأهلي المصري للاستفادة من خدمات المهاجم رضا سليم. وأكد محمد بودريقة أن إدارة فريق الرجاء تقدمت بعرض رسمي للأهلي المصري للظفر بخدمات الجناح رضا سليم على سبيل الإعارة لموسم واحد، وذلك في إطار التعاون بين الناديين. هذا وأعطى الأهلي المصري موافقته المبدئية لفريق الرجاء بشأن رضا سليم، وذلك في حالة ما تلقى تعرض لبيع عقد اللاعب بصفة نهائية، مع علم أن الفريق الأحمر أبدى موافقته أيضا على إعارة اللاعب التونسي كريستو أيضا لفريق الرجاء. يشل أن مارسيل كولار مدرب الأهلي أبدى رغبته في عدم الاحتفاظ برضا سليم الموسم المقبل، كما دفع اللاعب والإدارة لإيجاد عرض لبيع عقده أو تسريحه على سبيل الإعارة. الزنيجي توجنا بالثنائية عن جدارة واستحقاق، وهدفنا الأول حاليا هو دوري أبطال إفريقيا. وأبدأ أنا الزنيجي عميد مرمى فريق الرجاء الرياضي رغبته في تحقيق دوري أبطال إفريقيا رفقة فريقه الموسم المقبل، وأكد أن تتويج النص الخضر بلقب البطولة الوطنية وكأس العرش جاء عن جدارة واستحقاق. وجا في تصريح أنا الزنيجي اللي نقلته حسابات الرجاء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، علينا بزاف هاد العام باش ربحنا الثنائية، عطيت كل وقتي للمجموعة والنادي وسمحت في بزاف ديال الحوايج باش نكونوا قد المسؤولية اللي منحوها لينا المكتب والجمهور اللي كنحييه وكان الداعم الأول لينا،
واصل الزنيتي الحمد لله لقبين مهمين وتاريخيين عن جدار واستحقاق، والهدف الاول ديالنا دابا هو اصبط الابطال الافريقيه اللي انا شخصيا متشوق ليها بزاف، واللقب اللي باغي ندي وان شاء الله غنتقاتلوا عليه. الأشغال المتواصلة بمحيط ملعب العربي الزاولي تأهبا لاستقبال مباريات الرجاء والوداد الموسم المقبل. وفي تفاصيل الخبر، مازال الأشغال المتواصلة بمحيط ملعب العربي الزاولي اللي كيتأهب لاستقبال مباريات الرجاء والغريم التقليدي الموسم القادم. وأكد مصدر خاص لأحد المنابر الإعلامية أن الأشغال مازال متواصلة بمحيط الملعب، بحيث غتشمل فيما بعد بعض مرافقه الداخلية، ومن المنتظر باش تقوم لجنة تابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بزيارة تفقدية الملعب العربي الزاولي خلال الايام قليلة القادمة بعد اختيار فريق الرجاء الرياضي للملعب المذكور لاستقبال مباريته في دوري ابطال افريقيا. هذا كان جماعة الدار البيضاء قامت في وقت سابق بترخيص الفريق الرجاء باستقبال مبارياته خلال الموسم المقبل بالملعب العربي الزاولي، فيما كتنتظر طلب مماثل من الغريم التقليدي المنحو هو الاخر ترخيص مماثل في هذا الخصوص. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.